اتفاق روسي أمريكي أردني على وقف إطلاق النار جنوب سوريا. معركة الموصل في مرحلتها الأخيرة وداعش محاصر داخل عشرات الأمتار في المدينة القديمة. ومواجهة الإرهاب واستقرار الاقتصاد العالمي يتصدران أجندة قمة العشرين في هامبورغ. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وقف إطلاق النار في الجنوب السوري ابتداء من ظهر يوم الأحد المقبل بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في هامبورغ. وقال لافروف إن خبراء روس وأمريكيين وأردنيين اتفقوا على مذكرة تفاهم لإقامة منطقة خفض تصعيد في درعا والقنيطرة والسويداء، مشيرا إلى أن قوات الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الأردنيين والأمريكيين. وينتظر الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الخبراء في عمان بما في ذلك حدود منطقة تخفيف التصعيد وآلية تمركز قوات الأسد والمعارضة عن تلك الحدود إلى جانب آلية المراقبة وضبط الأمن، إلا أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية أكد الاتفاق يعد مرحلة مبدئية لوقف التصعيد، مشيرا إلى أن مزيدا من المناقشات ستحدد جوانب حاسمة في الهدنة ومنها مسؤولية المراقبة. أما وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون فقد أوضح أن بلاده مستعدة لبحث إمكانية تأسيس آليات مشتركة مع روسيا لضمان الاستقرار، ومن ضمنها مناطق حظر طيران ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار على الأرض. كما أوضح تيلرسون أن كيفية رحيل الأسد لم تتحدد بعد وأنه سوف يحدث انتقال في مرحلة ما عبر عملية سياسية لا يشمل الأسد ولا أسرته. من جانبه أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس، وأن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن يكون وقف إطلاق النار هذا خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا ينهي الأعمال العدائية. ومن جانب آخر رحب وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بأي وقف لإطلاق النار في سوريا، لكنه أكد أنه يجب الانتظار لرؤية النتائج على الأرض. إلى الشمال، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا تواصل مساعيها لتحقيق مزيد من التقدم ضد تنظيم داعش الذي كثف من استخدام السيارات الملغومة لوقف تقدم الفصائل التي تريد دحره في الرقة. وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على عدة مواقع في المدينة القديمة شرقي الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش الذين شنوا هجمات انتحارية لاستعادة ما خسروه فيها. أذى وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية ثانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي بعد معارك مع أفراد داعش. وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي غضب الفرات حرروا قرية عجاج التي تقع جنوب شرق مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش، مضيفا أن القوات تمكنت من تدمير عربة مفخخة وقتل 7 إرهابيين. مراسلتنا جنان موسى وصلت إلى المحور الغربي لمدينة الرقة، وهناك رأت الدمار الواسع في الأحياء التي احتلها داعش منذ نحو 3 سنوات ونصف. تمكن خلالها أفراد التنظيم من التحضير للقتال وإنشاء دفاعات قوية، ورغم أن المعركة بطيئة وشرسة لكن قوات سوريا الديمقراطية في حالة تقدم مستمر. نتابع. المحور الغربي لمدينة الرقة، هكذا يبدو المشهد قرب دوار المزارع. حجم الدمار في هذا المحور أكبر بكثير من الدمار في المحور الشرقي كما لاحظت، يعني المنازل كلها على الأرض، الأحياء مدمرة بشكل كامل. خارج المدينة، المدفعية العسكرية الأمريكية تعمل باستمرار. بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدا توقفت الكاميرا عن العمل. الكاميرا الخاصة بالتصوير تعطلت معنا،
لذلك اللقطات القادمة ستكون مصورة بوساطة الجوال. نتجه إلى داخل الأحياء المحررة. نحن قريبون من دوار باسل الذي لا يزال تحت حكم داعش. المشهد يتكرر، المباني مدمرة والأحياء خالية، ولا ندري كم بقي من أهالي الرقة في المدينة. أجت وصلت راحت هيك لجوا، ما انفجرت معها، أجت لهون طاشت حول هاي الأدوات تبع المفجرة، هاي المعين المحركة لك، هاي تبع السيارة، هاي تبع السيارة. داعش محاصر لكنه لم يستسلم. الطريقة الوحيدة للقضاء على مقاتلي داعش هي بقصفهم بشكل متواصل. نصل إلى نقطة عسكرية. وقد يضربوا يعني مثلا إذا يضربوا قريب علينا بيقول شلاح جامتك وباروتك حطهم جنبك وعلى حديد. كل شيء حديد، لأنه كل شيء بإيده حديد، يعني الحديد بكهرب، هو بسحب كهرباء، يعني عم بكهرب شيء 15 متر لفوق عم تضرب كهرباء، يعني تضرب بناية كلها. بقول لك شلاح سلاح مشان ما يصيبك كهرباء، لأن اللي بتصيبه كهرباء مباشرة بتصير أسود فحم. إيه؟ شو اسمها الامبله؟ هذا له ضرب كهرباء، صاروخ كهرباء يعني. يشرح لنا مقاتل من قوات سوريا الديمقراطيه كيف حصل على هذا السيف الذي كان بحوزه مقاتل من داعش. اول ما اقتحمنا هذه المنطقه هو ما بيعرف انه في اقتحام شيء قوي، ولا بيحسن يضرب وشايله وهجم علينا وصار يقول يا كفره جايكم من ترى. والحمد لله تم التصدي له وقتله واغتنام معدات المعه. بينما نستعد لمغادرة المنطقة سقطت قذيفة بالقرب منا. ما بشي بعيدة. انطرح زملاؤنا الصحفيون على الأرض للاحتماء. المعركة هنا لن تنتهي بسرعة على ما يبدو، طالما أن داعش مصمم للقتال حتى النهاية. جنان موسى، أخبار الآن من المحور الغربي لمدينة الرقة. بعد 4 أشهر من تحرير الجيش الحر لريف السويداء الشرقي من احتلال داعش وعودة قسم كبير من المهجرين إلى منازلهم، أطبقت قوات الأسد حصارها على البلدات والقرى ومنعت دخول المواد الإغاثية تمهيدا للسيطرة عليها بحسب ما يقول الأهالي والجيش الحر. فكيف يعيش سكان هذه المنطقة مع اشتعال الجبهات مجددا؟ مراسلنا عبد الحي الأحمد يرصد لنا الوضع هناك في سياق التقرير التالي. توشك المياه في هذه البركة على النفاذ مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا. قد يتبادر إلى الأذهان أن ما يحمله هذا الشاب هو لسقاية الماشية، لكن على العكس تماما، هي مياه للشرب. لا يجد سكان ريف السويداء الشرقي بديلا عنها بعيدا انسحاب تنظيم داعش من مناطقهم قبل عدة أشهر وتدميره لمعظم المرافق العامة كالآبار والأفران والنقاط الطبية. المي يقول هاي مية سطحية، مية من الساحل قاعدين نشرب من القدر والوديان، ولا في مية بيار ومية صحية، ما في، كله في مرض بالأطفال، مرض الشيوخ، مرض الحريم، يعني شغلة ما في أطباء، ولا في مشفيات، ولا في أطباء، ولا في شيء لحد الآن. يعني إذا حد صابوا شيء شو بتعملوا؟ ما والله ولا شيء، والله يموت نحن نتفرج عليهم. على مرأى من العين تقع قرى تسيطر عليها قوات النظام، إلا أن الأخيرة تفرض بدورها حصارا محكما بغية إخضاع القاطنين هنا ودفعهم لما يسمى بالمصالحة أو الاستسلام، حيث لا يسمح لأحد بإدخال أي مواد إغاثية أو طبية، ليجبر بذلك عشرات الآلاف من العائلات معظمهم من البدو إلى تهريب المستطاع عن طريقة واحد مثلا من المواطنين اللي جوا، لحتى يهرب لك شوية لبرا تهريب ويدفع عليهن، ندفع عليهن دبل الدبل، يعني بدك تدفع على ربطة الخبز كذا، هذه كمسيون، وبدك تدفع كذا مربح وكذا مربح، توصلنا ب300 ليرة ربطة الخبز. الأوضاع الأمنية المتوترة كذلك الأمر، والقصف المتواصل يحول دون ما إعادة تأهيل المدارس التي كان يتخذها إرهابيو داعش مقرات عسكرية لهم. من الأساس الناس مهجرة، أما رجعت الناس على القرية، عرفت علي شلون؟ القرية فيها في شيء مدمرة، براميل، كهرباء، مي ما في، خبز ما في، الناس وضعها تعبان، وضع الناس سيء جدا. بين تحدي الرضوخ ورفض تجربة النزوح مجددا، لا يتبقى للسكان هنا سوى خيار الصمود في أرضهم
التي حرموا منها لسنوات عجاف. يعاني آلاف المدنيين من القاطنين في ريف السويداء الشرقي أوضاعا معيشية قاسية للغاية، حيث يطبق على المكان هنا حصار محكم، فتنظيم داعش من جهة قام بتفجير كافة موارد المياه قبيل انسحابه، فيما لا يزال نظام الأسد يمنع وصول أي مواد إغاثية للأهالي. عبد الحي الأحمد لأخبار الآن، ريف السويداء الشرقي، جنوب سوريا. أحييكم من جديد. في العراق تمكنت القوات الأمنية العراقية التي تتقدم صوب حيي الميدان والشعارين في الموصل شمالي العراق، تمكنت من اختراق دفاعات المتطرفين وباتت على مسافة 200 متر من ضفة النهر، فيما أبلغ مسؤول في التحالف الدولي أن القوات العراقية قلصت الأراضي الواقعة تحت احتلال داعش إلى 250 مترا مربعا. هذا وأكد العميد محمد الحضري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن المعارك تدور الآن في المربع الأخير من منطقة الموصل القديمة، وأن مسلحي داعش لا يملكون سوى خياري القتل أو الفرار. المعارك تدور في المربع كما يقال الأخير في الموصل القديمة. العصابات الإرهابية الآن ليس لها إلا طريق واحد وهو القتل أو الفرار، وبالتأكيد الكثير من العصابات الإرهابية والعناصر الإرهابية تسللت مع النساء والأطفال، ولكن حكمة أهالي الموصل وفيض المعلومات التي يدلون بها للقوات العراقية أدت إلى إلقاء القبض على العشرات من العناصر الإرهابية. اليوم تم إجلاء الآلاف من أبناء الموصل، فتح ممرات ومن ثم توجه هذه العوائل إلى قطاعات الجيش العراقي. للأسف الكثير من العوائل تعاني من سوء التغذية، والكثير من الأطفال يعانون من الجفاف. القطاعات العراقية تقوم بنقلهم إلى أماكن تتوفر إلى حد ما بها بعض المواد الغذائية والسوائل. أعلنت قيادة العملية المشتركة في العراق قتل القيادي في داعش الملقب بأبي زيد إلى جانب سبعة من مرافقيه قرب جامع الشيخ الشط في مدينة الموصل القديمة. وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول إن العملية نفذها أفراد الفرقة المدرعة التاسعة. يعاني داعش في بؤر احتلاله في سوريا والعراق وليبيا من ويلات هزائم متكررة على يد القوات التي تقاتله، فالقوات العراقية أعلنت سقوط داعش في مدينة الموصل، يأتي ذلك تزامنا مع تراجع احتلاله في مدينة الرقة التي تمثل معقله الرئيسي على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأخيرا جاء تحرير مدينة بنغازي ليبيا من احتلال داعش على يد الجيش الليبي. ما هي الاستراتيجيات التي أدت إلى هزيمة التنظيم في هذه البلدان؟ نتابع التقرير التالي. سقوط وتهاون يشهدهما داعش خلال المعارك المستمرة في كل من ليبيا وسوريا والعراق، وضع يشير إلى اقتراب نهاية أسطورة داعش التي بدأت في الظهور باحتلاله مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، وامتد خطره إلى المدن الليبية مرتكبا جرائم إرهابية عدة بحق مدنيين وعسكريين حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. من يراقب حال داعش منذ مطلع عامي 2015 و2016 مقارنة بوضعه الحالي يلاحظ فروقا شاسعة تؤكد الانهيار والسقوط التدريجي للتنظيم في ظل الضربات المتوازية والموجهة ضد عناصره في الموصل والرقة وبنغازي. ففي بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية والتي تدخل عهدا جديدا من السلام بعد إعلان الجيش الليبي تحريرها من داعش بعد ثلاث سنوات من الإرهاب، تسقط راية داعش في أحد أهم معاقله الرئيسية بالمنطقة وآخر معاقله في ليبيا، حيث اعتمدت القوات الليبية في معركتها في بنغازي على الحرب النفسية ونشر القوات بعمليات خاطفة، إضافة إلى محاصرة باقي مقاتلي داعش داخل المدينة لتتمكن قوات الجيش من إعلان تحرير بنغازي من فلول التنظيم الإرهابي والنصر النهائي للليبيين على العناصر الإرهابية. أما في الموصل التي تم تحرير البلدة القديمة والجامع النوري فيها وإعلان هزيمة داعش،
فقد اتبعت القوات العراقية استراتيجية الحصار وقطع طرق إمدادات داعش بالموصل، مستعيدة بذلك أكبر الأحياء والمدن والجسور الحيوية الرابطة بين تل عفر والموصل. استراتيجية موازية انتهجتها قوات سوريا الديمقراطية في معركة تحريرها لمدينة الرقة، أكبر معاقل داعش في سوريا، وذلك عن طريق تحرير القرى والأحياء المحيطة في المدينة، محققة نجاحات كبرى بتحرير أكثر من 8 أحياء واقتحام سور البلدة القديمة من خلال الحصار من المحاور الرئيسية 3 وتوجيه ضربات جوية وبرية بالوقت نفسه. في المعارك 3 حرصت قوات التحالف الدولي على تقديم الدعم والمساعدة للقوات المشتركة في حربها ضد داعش، فضلا عن أن تزامن المعارك معا أسهم في إرهاق التنظيم الذي كان دائم الإدعاء بكثرة مقاتليه وقدرته على خوض المعارك. خسائر بشرية ومادية مني بها داعش كانت من أهم عوامل هزيمته، نظرا لانخفاض أعداد المسلحين ومقاتلي التنظيم المشاركة في المعارك وغياب القادة الرئيسيين داخل التنظيم، فضلا عن تأثير هذه الخسائر على معنويات بقايا داعش بالمعارك 3. إلى مصر، حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة رفح في شمال سيناء، الذي أسفر عن قتل أكثر من 26 عسكريا وإصابة العشرات بجروح. وفور وقوع الحادث الإرهابي أعلنت السلطات الأمنية في القاهرة أنها مصممة على مكافحة الإرهاب في البلاد بعد الاعتداء الذي استهدف نقاطا عسكرية في محافظة شمال سيناء. وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم أنصار بيت المقدس التابع لتنظيم داعش. أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مشيرة إلى أن مكافحته مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول. جاء ذلك في مداخلة المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة 20 G20 التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمال ألمانيا تحت عنوان نحو بناء عالم متواصل، وتستمر لمدة 2 يوم. وكانت قد انطلقت أمس في مدينة هامبورغ الألمانية أعمال قمة 20 التي تستمر لمدة 2 كما ذكرنا. التقرير التالي والتفاصيل. توجه زعماء وقادة دول قمة مجموعة 20 إلى مدينة هامبورغ استعداداً لانطلاق القمة، وتناقش القمة عدداً من القضايا التي تحتل أولوية قصوى على الساحة العالمية خلال المرحلة الراهنة، وعلى رأسها قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتغير المناخ والأمن المعلوماتي والتجارة الحرة والعمالة، فضلاً عن تدفقات الهجرة واللاجئين إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب والأزمة الخليجية. كما تركز القمة على دعم التعاون مع القارة الأفريقية من خلال مبادرة Compact with Africa أو التعاقد مع أفريقيا، التي لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات لأفريقيا بل الدفع بمزيد من الاستثمارات هناك. وتنبع أهمية قمة 20 هذا العام من أنها تنعقد في ظل أجواء يواجه فيها العالم تحديات مهمة وصعبة، في الوقت الذي تتباين فيه وجهات النظر الدولية حول عدد من القضايا. فمن ناحية أخرى، تعد هذه القمة هي الأولى من نوعها بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة أوائل العام الجاري. من جهة أخرى، أصيب العشرات من رجال الشرطة بجروح في اشتباكات مع محتجين قبل قمة مجموعة 20، وتحت شعار مرحبا بكم في الجحيم قابل المحتجون ترامب وقادة آخرين لدى وصولهم إلى القمة التي تستمر لمدة 2، إذ يرى المحتجون أن مجموعة 20 فشلت في حل كثير من القضايا التي تهدد السلام العالمي، منها تغير المناخ وتزايد أشكال عدم المساواة والصراعات المسلحة. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم.
نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها: لعبة إلكترونية جديدة تحميك من مرض ألزهايمر. توصلت دراسة حديثة إلى لعبة إلكترونية جديدة على الكمبيوتر طورها علماء أعصاب بريطانيون يمكنها التخفيف من عدد المصابين بمرض ألزهايمر، إذ تعمل على تدريب المخ وتساعد في تفادي بعض أعراض التراجع الإدراكي، ليتبين لهم أن المرضى الذين قاموا بممارسة اللعبة الإلكترونية لمدة شهر تحسنت ذاكرتهم بنسبة 40%. صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها: مولينير بنتلي تطلق إصدارا محدودا من 3 سيارات يحمل اسم شارع الشيخ زايد. قدم قسم مولينير التابع لشركة بنتلي البريطانية والمتخصص بتعديل السيارات وفق الطلب نسخة محدودة الإصدار اقتصرت على 3 سيارات فقط أطلقت عليه اسم SZR الذي يمثل اختصارا لأحرف شارع الشيخ زايد في إمارة دبي. ونطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية طابعتهم بالأبعاد 3 لصنع أطراف اصطناعية. أعلنت منظمة هاينكاب انترناشونال أنها ستطور صنع الأطراف الاصطناعية باستخدام طابعات بالأبعاد الثلاثية، بحيث يستفيد منها أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم. وتعمل المنظمة منذ عام 2015 على مشروع نموذجي للأطراف السفلى جربته في سوريا وتوغو ومدغشقر. ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع: المصرية والسيارات الكهربائية ستسيطر على الطرق في عام 2040. كشف تقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرغ أن السيارات الكهربائية ستسيطر على الطرق بعد 20 عاما من الآن، أي بحلول عام 2040. ويعود السبب إلى انخفاض أسعار البطاريات، حيث يحلل التقرير الجديد تأثير السيارات الكهربائية على صناعة السيارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة. قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 3 أشخاص على مستوى العالم مصابون بسلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية من مرض السيلان غير قابلة للعلاج تماما، يرجح أنهم ينقلونها لآخرين عن طريق الاتصال الجنسي. وطرح خبراء من المنظمة تفاصيل عن دراسات تظهر وضعا خطيرا للغاية فيما يتعلق بأشكال من المرض الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مقاومة للعقاقير بشدة. نبقى في الأخبار الصحية، إذ حذرت دراسة طبية حديثة من أن العلاج الكيميائي للسرطان قد يؤدي إلى نتائج عكسية مرجحة تسببه بتحفيز أورام أكثر خبثا في جسم المريض. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. تخضع المصابات بسرطان الثدي في أغلب الأحيان للعلاج الكيماوي قبل الجراحة، إلا أن دراسة جديدة حذرت من أن هذا العلاج وإن قلص حجم الورم في المدى القريب فإنه يمكن أن يسبب انتشار الخلايا السرطانية، إذ درس باحثون في الولايات المتحدة تأثير العقاقير التي تعطى في العلاج الكيماوي لمصابات بسرطان الثدي، فوجدوا أنها تزيد احتمال هجرة الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى في الجسم مسببة بذلك تبعات مميتة. ويعتقد الباحثون أن العقاقير الكيماوية السامة تقوم بتفعيل آلية ترميم في الجسم تتيح للأورام في النهاية أن تعود إلى النمو بقوة، كما تزيد عدد البوابات في الأوعية الدموية التي تسمح للسرطان بالانتشار في الجسم من خلالها. وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ييشيفيا في نيويورك أن عدد هذه البوابات ازداد عند 20 مريضا يتلقين 2 من العقاقير الشائعة في العلاج الكيماوي. اقترح الباحثون إخضاع المرأة المصابة للمراقبة الطبية خلال العلاج الكيماوي بهدف التحقق ما إذا بدأ السرطان ينتشر، وقالوا إن إحدى طرق المراقبة الطبية التي يقترحونها تتمثل بأخذ كمية صغيرة من نسيج الورم بعد جرعات قليلة من العلاج الكيماوي قبل العملية الجراحية، وإذا لوحظت زيادة في مؤشرات انتشار المرض ينصح بوقف العلاج الكيماوي وإجراء الجراحة أولا ثم استئنافه بعد العملية.
وأوضح المشرف على الدراسة أنها ركزت على انتشار الخلايا السرطانية بتأثير العلاج الكيماوي في سرطان الثدي وحده، وأن الباحثين يدرسون حالياً أنواعاً أخرى من السرطان ليعرفوا إن كان التأثير نفسه يحدث فيها أيضاً. نجحت تجارب بحثية لجامعة كاليفورنيا الأمريكية في مساعدة البدناء على فقدان الوزن بأسلوب جديد يعتمد على تعطيل حاسة الشم لديهم. وذكر العلماء أن حاسة الشم تلعب دورا في عملية التمثيل الغذائي وكيفية تخزين الدهون بالجسم. وأظهرت التجارب على الفئران التي تعطلت لديها حاسة الشم أنها أصبحت أنحف عن تلك التي ما زال بإمكانها الشم رغم تغذيتهم على ذات الطعام المرتفع بالدهون. توصل باحثون إلى خلاصة تشكل خبرا سيئا للمتحمسين للبحث عن حياة على سطح كوكب المريخ، وهي أن سطحه يحتوي على مواد سامة. وأظهرت التجارب التي أجريت على مركبات عثر عليها بتربة المريخ أن تلك المركبات تحولت إلى مبيدات حشرية قوية بفعل تأثير الأشعة فوق البنفسجية الساطعة على سطح الكوكب. في خبرنا الأخير، انضمت نجمة البوب شاكيرا إلى أول مهرجان للمواطنين العالميين في أوروبا لدفع القادة إلى إنهاء الفقر المدقع. وقالت شاكيرا إن الحفلة ستضغط على الحكومات للالتزام بأهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء أسوأ أشكال الفقر بحلول عام 2030. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: اتفاق روسي أمريكي أردني على وقف إطلاق النار جنوب سوريا، معركة الموصل في مرحلتها الأخيرة وداعش محاصر داخل عشرات الأمتار في المدينة القديمة، ومواجهة الإرهاب واستقرار الاقتصاد العالمي يتصدران أجندة قمة 20 في هامبورغ. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.